بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة المحبة، قال: أي صاحب المنازل: الدرجة الثانية محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، وتلهج اللسان بذكره، وتعلق القلب بشهوده، وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات والنظر إلى الآيات والارتياض بالمقامات. محبة تبعث على إيثار الحق على غيره، يؤثر الله عز وجل على كل من سواه بالحب والطاعة وامتثال الأوامر وكثرة الذكر. ولذا قال: وتلهج اللسان بذكره، تجعل اللسان دائم الذكر، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وتعلق القلب بشهوده. المقصود شهود القلب لآثار الأسماء والصفات، أن يشهد فعل الله سبحانه وتعالى، أعني آثار أفعاله عز وجل في الكون. الناس يقولون: مات فلان وولد فلان، والمؤمن يشهد وأنه هو مات وأحيا. الناس يقولون: سقط الرئيس السابق، ذهب ملك الملك السابق، جاء ملك جديد ورئيس جديد، والمؤمن يشهد: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. الناس يشهدون نزول المطر، يقولون أمطرت السماء، والمؤمن يشهد: وأنزلنا من السماء ماء ثجاجا. الناس يقولون: أتى الزرع هذا العام بكذا أردب، خرج الزرع، نما الزرع، ويشعرون أنفسهم بالسماد والحصاد والرعاية له، والمؤمن يشهد: أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الناس يقولون: خرج فلان ودخل فلان وعبر فلان، نجا فلان وغرق فلان، والمؤمن يشهد: فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، كذلك وأورثناها بني إسرائيل، ويشهد: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، ويشهد: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. فهو يشهد فعل الله عز وجل، ويشهد آثار أسمائه وصفاته. إذا رأى رحمة أم بولدها تذكر وشهد أن هذه الرحمة أثر من رحمة الله عز وجل بعباده، وأنها جزء من المئة رحمة التي أنها جزء من الرحمة الواحدة التي هي من مئة رحمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الرحمة مئة جزء، فأنزل واحدة في الدنيا بها تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها، وادخر 99 رحمة ليوم القيامة. يشهد: لله أرحم بهذه، إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، كما شهده النبي صلى الله عليه وسلم.
إذا شهد شدة الريح، شهد أن الله عز وجل جعل فيها قوة أهلك بها عادا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجت الريح يروح ويجيء حتى تسكن فيقول: ما يؤمنني أن يكون فيها عذاب. قد رأى قوم مثل ذلك فقالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث بالمعنى. إذا رأى ما جعل الله سبحانه وتعالى، إذا رأى قوة في هذا الكون، علم أن الله عز وجل القوي العزيز هو الذي أودع هذه القوة في هذه الأشياء، في البحار، في الشمس، في النجوم، في أنواع الطاقة الهائلة، الله الذي جعلها سبحانه وتعالى كذلك. إذا شهد، إذا رأى يعني عبدا يصلي أو يصوم، رأى أن الله جعله مقيما للصلاة، وإذا رأى عبدا يفعل المعاصي شهد أن الله عز وجل خذله فلم يوفقه، وهكذا يشهد آثار العز والملك والقهر والجبروت، يشهد آثار الحكمة والعلم والعدل، آثار صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى الحكيم العليم، كما دل عليه القرآن وطريقة الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل: استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، إن ربي رحيم ودود. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. فهو لا يشهد ماذا سيحصل من العبد دون أن يشهد ما يسر الله عز وجل له ذلك. فهذا يعلق القلب بشهوده، وليس أن القلب يرى الرب سبحانه وتعالى، فإن هذه منزلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بها أن رأى ربه بقلبه، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والتكليم لموسى والرؤية لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي قال ابن عباس: رآه بقلبه، رآه بفؤاده. إذن الرؤية بالقلب كما يرى النائم في المنام، فإنه يرى رؤية حقيقية بالقلب. لو قلت رأيت في منامي كذا وكذا فأنت قد رأيت فعلا، وليس أنك مثلا شهدت معنى معينا، بل ترى في المنام شيئا، فهذه رؤية بالقلب. فالرؤية بالقلب حقا لله عز وجل هي للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي في المنام في أحسن صورة. فهذه المحبة التي تبعث وتعلق القلب بشهود الله، بشهود الرب عز وجل، أي بشهود أسمائه وصفاته وآثارها في الكون، وشهود آثار أفعاله عز وجل. يقول: وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات، تظهر من مطالعة آثارها وشهودها، والإنسان مجبول على حب الجمال، قد فطره الله عز وجل على ذلك لأجل أن يحب ربه. هو سبحانه وتعالى جعل فطرة العباد تميل إلى حب كل شيء جميل، وإن كان أهل الإيمان يرون الجمال من الباطن والظاهر معا، وإلا فيرون ظاهرا باطنه خبيث ليس بجميل. الغرض المقصود أن الحكمة، والله عز وجل أعلى وأعلم، في فطر العباد على ذلك أعظمها أو أهمها أن يحب ربه عز وجل. فالمحبة في الدرجة الأولى نبتت مع
من مطالعة المنة وثبتت باتباع السنة ونمت على الإجابة الذي نماها طاعة الله، وهو يشهد أنه فقير إليه في طاعته كما أنه فقير إليه في أصل وجوده ورزقه وحياته. فهذه المحبة الثانية نبتت من مطالعة الأسماء والصفات والأفعال والنظر إلى آيات الله في الكون. وأعظم ما يرشدك إلى آيات الله الكونية آيات القرآن المسموعة المتلوة. القرآن يأخذنا دائما في رحلات بالقلب في أرجاء الكون، في السماء وفي الأرض والبحر عبر التاريخ في الأمم السابقة، وما صنع الله عز وجل بأنبيائه وأوليائه، وما صنع بأعدائه، وكيف كانت عواقب الأمور، حتى نفهم سنته الكونية. فمطالعة الآيات تجعل الإنسان يحب ربه غاية الحب، والارتياض بالمقامات يروض نفسه على مقامات الطاعات المختلفة من الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة، فكلها تصب في نهاية الأمر في تحقيق الحب الكامل لله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله: هذه الدرجة أعلى مما قبلها باعتبار سببها وغايتها، فإن سبب الأولى مطالعة الإحسان والمنة، من الله، وسبب هذه مطالعة الصفات وشهود معاني آياته المسموعة والنظر إلى آياته المشهودة وحصول الملكة في مقامات السلوك، وهو الارتياض بالمقامات. حصول ملكة معينة في مقامات السلوك بمعنى تمكن الإنسان، أصبح أمرا مستقرا، ليس متقلبا، ليس برقا خاطفا. قد يجد الواحد من العامة ممن ليس له مقام برقا خاطفا في الحب، برقا خاطفا من الخوف، يمر عليه لحظة يجد حبا عظيما لله، ثم ينشغل بعد ذلك وكما كان قبل ذلك. كالبرق أضاء قلبه لحظات، عرف معنى الحب، ثم انشغل. يجد قلبه يخاف من الله عز وجل أيضا كالبرق، وأحيانا كثيرة يكون غافلا. التوكل، هناك من يأتيه فترة أو موقف من المواقف يكون متوكلا، وأحيانا يكون متعلقا بالأسباب، قلبه مشغول بما فات أو بما حصل من الأسباب التي في يده، فعند ذلك يكون مطمئنا إليها. وهناك أقوام يتفاوت حالهم، أما من ارتاض بالمقامات حصل له التمكن فهو على الدوام محب، وعلى الدوام راجي، وعلى الدوام خائف. وتقلب قلبه في هذه المسائل شيء يسير، يزيد وينقص نعم، ولكن له حد أدنى مرتفع جدا لا ينزل عنه، كحال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مهما نازلوا في بعض الأحوال فإن مقامهم في كل ذلك فوق الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي لوط، لقد كان يأوي إلى ركن شديد. أثبت النبي صلى الله عليه وسلم كمال توكل لوط على الله، لكن كان هناك ما هو أكمل، فعوتب لوط عليه السلام أن قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. لما شهد الأسباب في هذا الموطن، مع أن التوكل مستكن في القلب مستتر فيه من وراء هذه الكلمات التي قالها بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأوي إلى ربه عز وجل. الغرض المقصود أن هناك قدر أدنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فهو ينزل أحيانا ويرتفع أحيانا، ولكن عند نزوله لا ينزل إلى عامة الناس، لأنه أعلى
في مقامات العبادة من كل أحد صلى الله عليه وسلم. والعبد المؤمن الولي من أولياء الله الصالحين له أيضا فترات، له أحيانا فتور وأحيانا نقص، ولكن لا ينزل إلى ترك ما أوجبه الله من هذه الأحوال القلبية، ولا حتى يعني في بعض الناس في المستحبات درجات متفاوتة. فكلما ذاق لذة عبادة من العبادات ازداد حبا لله عز وجل. عندما يتوكل على الله يجد لذة المحبة، عندما يشكر الله على نعمه يجد لذة المحبة، عندما يخاف يجد لذة المحبة، لأنه أعظم ما يخاف منه أن يبعد بعد أن ذاق القرب. فهذا يؤكد الحب العظيم ويجعله يذوقه ويجده. وهكذا في كل المقامات، مقامات العبادة، مقامات أحوال القلب، فيحصل له ملكة، يحصل له ثبات في مقامات السلوك. سبب هذه المنزلة مطالعة الصفات والنظر إلى الآيات وحصول المقامات والارتياض بالمقامات. يقول: ولذلك كانت غايتها أعلى من التي من غاية ما قبلها. غايتها أنها تبعث على إيثار الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره. يقول: المحبة الأولى غايتها تقطع الوساوس وتلذ الخدمة وتسلي عن المصائب، هذه تجعل الإنسان يؤثر الحق على غيره وتلهج اللسان بذكره وتعلق القلب بشهوده، ولا شك أن هذا أعلى قدرا من الذي قبله. يقول: فقوله تبعث على إيثار الحق على غيره أي لكمالها وقوتها، فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه فيؤثره على غيره، ولا يؤثر غيره عليه، لا يؤثر غير الله أبدا. ولو تأمل متأمل في أحوال أهل الإيمان على الدوام في تحمل ما تحملوه لله عز وجل عبر التاريخ وباختلاف أصنافهم وأزمنتهم، نجدهم لا شك قد وجدوا شيئا في نفوسهم ضحوا من أجله بالمال والنفس والولد والوطن وبكل شيء. ليس في فطرة الإنسان أن يضحي بكل ذلك لشيء لا يجد له أثرا في قلبه ولا يجد حبا له يؤثر، لأنه محب في الحقيقة لا يمكن غير ذلك. كونه يؤثر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني موقف طلحة رضي الله عنه وهو يقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده حتى تشل، هذا ليس أمرا طبيعيا في الحقيقة إلا لشيء وجده في قلبه أعظم. الفطرة الإنسانية أن إنسان يجد شيئا يؤذيه أن يبتعد، أن يبتعد. يعني واحد وقت لو جد عملت لك كده تعمل إيه؟ تلقائي كده بروح جاي عامل كده مش كده؟ أو يغمض عينه على الأقل، هذا شيء طبيعي. أما أن لو واحد حس ان في حاجه جايه له هتخبط فيه يروح يعمل كده تلقائي، ممكن ربما لا يستحضر ذلك. طلحه لقى ان في ضربه سهم سيف جايه للنبي صلى الله عليه وسلم، راح يرفع ايده يقي النبي صلى الله عليه وسلم بها، بالتاكيد ان هذا حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لانه يحب الله عز وجل الذي ارسل محمد صلى الله عليه وسلم وعلم قدر نعمه الله به كانت اعظم حتى يؤثر على نفسه. و يعني الدفاع المستميت عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم دونكم صاحبكم فقد أوجب، فهذا إيثار عجيب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تحمل الأذى في سبيل الله عز وجل مع وجود الراحة في ذلك. انظر إلى موقف خبيب رضي الله عنه وهو يسأله أبو سفيان وهو على الصليب: أتود أنك في بيتك ومحمد صلى الله عليه وسلم محمد مكانك؟ فيقول: ما أود أني في أهلي وأن محمد وهو في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. ثم يقول:
أبيات الشعر المعروفة: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شبه الموزع. تبعث على إيثار الحق على غيره، أي لكمالها وقوتها فإنها تقتضي من المحب أن يترك لأجل الحق ما سواه فيؤثره على غيره ولا يؤثر غيره عليه، ويجعل اللسان له جنب ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره بلا تكلف. نحن نرغم أنفسنا على الأذكار، نحن نضغط على أنفسنا لنقوم الليل، أما الإنسان الشيء الذي تحبه سوف تذكره دائما، الحاجة اللي أنت مبسوط بيها تقولها على الدوام. واحد بيحب حاجة معينة يقعد يذكرها، واحد بيحب واحدة بيعمل ايه؟ تلاقيه عمال يتكلم في كل حتة عنها، واحد مشغول بأمر معين على الدوام يتكلم فيها. فمن شغل بالله عز وجل ومن أحب الله عز وجل له جل لسانه بذكره، وتعلق القلب بشهوده لفرط استيلائه على القلب وتعلقه به حتى كأنه لا يشاهد غيره. ليس كذلك، بل يشاهد غيره ولكن به، لا يشاهده إلا قائما بالله، يشهد لا قوة إلا بالله. كما ذكرنا شهد الموت والحياة، شهد أن الله أمات وأحيا، شهد نمو الزرع، هل الزرع نمى؟ ولكن شهد أن الله أنبته، شهد غرق إنسان، شهد أن الله أغرقه، شهد صلاة نفسه وصيامه وصلاة غيره وصيامه، شهد أن الله سبحانه وتعالى الذي جعله مقيما للصلاة صائما، شهد مكر المجرمين وفي نفس الوقت وكذلك شهد وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يعني انت شايف أنواع المكر بالليل والنهار والكذب والباطل والزور والصد عن سبيل الله، وأنت تشهد أن الله الذي فعل ذلك، علي فعل بهم، جعلهم يفعلون ذلك، ليس أن الله فعل المكر، نعوذ بالله، مكرهم الله مكر بهم سبحانه وتعالى، الله جعلهم عدوا للرسل، الله جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. فهذا كله تعلق القلب، وليس حتى كأنه لا يشاهد غيره، بل يشاهد غيره قائما به، يشهده قائما بأمر السماوات والأرض، يشهده سبحانه وبحمده، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. نقول لكم واحدة ولدت، أول حاجة تقول هو إيه؟ جابت إيه؟ مش كده؟ جابت إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يعني القرآن يرشدنا إلى أنه وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. والأثر المشهور عن السلف، وهو أثر حسن المعنى جدا: بورك لك في الإيه؟ في الموهوب وشكرت الواهب. يبقى أنت استحضرت أن الله الذي يهب. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. بدل ما نقول جابت إيه، سيدنا يوسف كل الناس بتقول إيه، تخرجت من السجن إمتى، دخلت السجن إمتى، ويوسف يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. حتى في الأشياء العادية جدا نقوله جم من البدو، جاء إخوته مش كده، وجاء بكم من البدو. فتأمل في كل هذا حتى لا يغيب عنا أن العبد المؤمن دائما يشهد الأشياء كلها قائمة به عز وجل، وأنه قائم على كل نفس بما كسبت. تعلق القلب بشهوده، قوله وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات، يعني إثباتها أولا ومعرفتها ثانيا، إثباتها أولا ومعرفتها ثانيا، ونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها ثالثا، ونفي التمثيل والتكييف عن معانيها رابعا. فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة التي هي في الحقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة،
حتى تهيئ الأرض لما ينزل الله عز وجل فيها من الرحمة. أرض القلب تهيئ بالعقيدة الصحيحة، تثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لذلك يقول إثباتها تثبتها وليس نافيها، كما لو أن إنسانا إذا خطر بقلبه، إذا أتى على يعني ذكر، إذا أتى على قلبه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، خطر بقلبه مباشرة أن الفوقية تستلزم التجسيم والتحيز، فلا بد من تأويلها. وإذا ثبتت جهة من الجهات لزم منها أن الله عز وجل تحوطه جهة وتكون فوقه، ويلزم من ذلك أنه لو أنه استوى على العرش إما أن يكون مساويا له، وإما أن يكون جزء منه خارجه، وإما أن يكون جزء منه دونه. فلو كان كذلك فإن جزء منه يكون خارجا ليس إذا مستويا، ولو كان جزء منه أقل يبقى العرش أكبر، ولو كان مساويا يبقى محدودا. واحد قاعد يفكر في التفكير السخيف الباطل ده، يبقى إيه؟ يبقى عمره حيفكر في الخوف من الله عز وجل وأنه واستشعار فوقيته سبحانه وتعالى فوق العباد، وأنه القاهر فوق عباده، وأن الأوامر نازلة من عنده، وأنه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ويستحضر صعود الأعمال إليه، لذلك يخاف أن يعرض على ربه عز وجل عمل سيء. لا يمكن أن يتأثر بهذا الأمر. من قال إن أول ما إذا سمع الرحمن الرحيم يقول الرحمة صفة ضعف وخور، ولا بد أن نؤولها إلى صفة الإرادة أو إلى نفس الشيء المخلوق، الرحمة المخلوقة. ولا يوصف الرب عز وجل بالرحمة، نعوذ بالله، ده حاجة تقرف، شيء فظيع. يمكن أن يتأثر قلبه بالرحمن الرحيم إذا فكر في ذلك. واحد يعني قلبه مليء بنافي الربوبية أو جعل مع الله شريكا فيها سبحانه وبحمده، إنه واحد متصور. والله الأخ جايب لي بتاع كده في الصفحة في الجورنال، الأهرام، القديسة تريزة والقديسة صاحبة المعجزات، الكنيسة وجايبها صورتها كده، حاجة عجيبة والله. مش جرائد قومية دي، جرائد نصرانية ولا جرائد ايه دي، والعياذ بالله. وان من ضمن زارتهم القديسة تريزة العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ، راحت له في المنام وقالت له انت هتشفى، والدكاترة جم قالوا له انت شفيت خلاص، وطلع شفي خلاص بالكذب والزور والبهتان. الراجل فضل عيان طول عمره لغاية ما مات، والعياذ بالله، وفضل ينزف لغاية ما مات، ويحقن ويعمل ومات برضه في الاخر بالدوالي، بدوالي المري. ويقول لك القذر، وتلاقي كلمات الشكر لها، الله، ده بيروجوا للعقيده للخرافات. القديسه تريزه اللي تخفف الناس، والعياذ بالله. القديسه تريزه هي اللي بتجيلهم والناس بيبعتوا لها شكر وشكر ما اعرفش مين، وجايبين البتاع اليوفط في الجورنال مصورين عشان السياحه. اعوذ بالله، لو واحد معتقد كده ده هيعتقد ربوبيه الله عز وجل، وان ربنا هو أمات وهو، إذا مرضت فهو يشفين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. إذا كان معتقد قديسة تريزة ولا السيد البدوي والعياذ بالله. العقائد السخيفة الباطلة، واحد معتقد هذه العقائد يعني الشركية في أن الكون يدبره غير الله، يمكن أن يتأثر بأن الله رب العالمين ولا هيفكر فيها دي؟ واحد حاسس ان هو حر، حريه مطلقه، بتوع الليبراليين دول، الحريه اللي ما يحدهاش شيء، وان انتوا عايزين تأيدونا بالشريعه وعايزين، وانا عمره حياه ما يستحضر ان الله عز وجل هو المالك، وهو الملك رب العالمين مالكهم سبحانه وتعالى، وان هو لابد وان يكون تابعا لاوامر الله عز وجل. واحد عمال ينازع كل طول عمر حياته والعياذ بالله في أن الله سبحانه وتعالى الشريعة دي ما تنفعش،
وانه بيحارب بالشريعه قد ما يقدر، وان لازم نخلي الناس هي اللي تتشرع. يبقى لما يقول الحمد لله رب العالمين عمره ما هيجي في طعم في قلبه طعمها، ولن يجد شيئا يحب الله عز وجل عليها، لانه ما اثبتش الصفات، لانه لم يثبت الصفه الحقيقيه، سواء بقى جبريه، قدريه، جهميه، معتزله، مؤوله، اشاعره يؤولون الصفات، اذا كانوا كذلك. والا ف يعني الاشعري نفسه رحمه الله عاد الى اثبات الصفات خير عود، واثبتها غايه الاثبات. فلو كانوا تابعين له حقا لاتبعوه على ما آل اليه امره. فانا اقصد ان التحريف والتعطيل وعدم اثبات الصفات يؤدي الى فقدان المحبه قطعا، ويقين حب ربنا منين، فهو لا يعرفه. فلذلك اثباتها ومعرفتها ونفي التعطيل والتحريف، التعطيل يعني النفي والتحريف يعني زي ما قلنا الرحمه اراده الثواب، او هو الثواب المخلوق نفسه، والغضب اراده العقاب. واحد لا يعرف صفات الرب عز وجل الا صفات معينه، سبع صفات فقط، وبعضهم يقع في قلبه اول ما يسمع في عنها يقول هذا لا يجوز في حق الله، رؤوف الرحيم ما ينفعش لانها ليست من السبع الصفات عندهم. ولو خطر ببالي كلام الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله، يقول الحرف والصوت مخلوقان ولا بد، فالحروف مخلوقه، وكلام الله هو الكلام النفسي الذي لا يعني ليس لا, لا يمكن الذي ليس بحرف ولا بصوت. فهذه الحروف حكاية عن كلام الله، وانت يقول له عبارة عن كلام الله. ندوخ دوخة سودة في الموضوع ده، الناس كلها تحب ربنا ازاي وهي تعتقد ذلك، وهي تتكلم بهذه الطريقة في الأسماء والصفات. نفي التمثيل والتكييف عن معانيها، ده الأمر الرابع، انه لابد منه، لأن الذي يكيف صفات الرب عز وجل ويتهيأها بكيفية معينة، أو أنه يمثل الله عز وجل بخلقه، هذا كله باطل. فمن وقع في ذلك ضاع منه الحب. يقول فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة إلا بهذه الأمور الأربعة، وكلما أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها، مطالعة الأسماء والصفات يعني مطالعة آثارها في الكون، كما ذكرنا كل حاجة يذكر من يشهدها يشهد من ورائها صفة وأكثر من صفات الله، واسما وأكثر من أسماء الله. تقول كلما أكثر قلبه من مطالعتها ومعرفة معانيها ازدادت محبته للموصوف بها. ولذلك كانت الجهمية قطاع طريق المحبة بين المحبين وبينهم السيف الأحمر. يعني اللي بيحبوا ربنا لا يمكن أن يقبلوا الجهمية أبدا والمعطلة، عمر ما هيحصل صلح، حرب دائمة مستمرة. ليه؟ لأنهم قطاع طرق إلى الله، الطريق إلى الله هم يقطعون، أو أنهم لا يثبتون المحبة أصلا، ولا يثبتون يعني أن الله يحب ولا يحب، يقولون أن الله لا يحب ولا يحب، لا يثبتون أن الله يحب ويحب، وينفون الأسماء والصفات. والعياذ بالله. صراحة كيف يعبدون الله؟ يعني إثبات مجرد، إثبات وجود مجرد، لا يحققون العبودية فعلا. ولذلك كان موقف السلف منهم التحذير الشديد، بل وقولهم في الحقيقة قول كفر حتى يتوبوا إلى الله عز وجل، وإن كان تكفير معين بعد قيام الحجة، لكن دي مسألة أخرى. وقوله والنظر إلى الآيات، أي نظر الفكر والاعتبار إلى آياته المشهودة وفي آياته المسموعة، وكل منهما داع قوي إلى محبته سبحانه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. الآيات المسموعة ترشدنا إلى الآيات المشهودة، وكلما تدبر في الآيات المسموعة كلما أخرج الله له بهذا التدبر كنوزا، وفتح لقلبه عيونا على صفات الجمال والجلال والعظمة التي تجلب المحبة. كل منهما، كل من الآيات المشهودة والمسموعة، داع قوي إلى محبته سبحانه، لأنها أدلة على صفات كماله ونعوت جلاله وتوحيد ربوبيته وإلهيته وعلى حكمته وبره،
وإحسانه ولطفه وجوده وكرمه وسعة رحمته وسبوغ نعمته، فإدامة النظر فيها داع لا محالة إلى محبته. وكذلك الارتياض بالمقامات، فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان كانت محبته أقوى. المقام بتاع الإسلام إيه؟ واحد مواظب على الصلوات، واحد مواظب على الصيام، واحد مواظب على النفقة والبذل والصدقة في سبيل الله، واحد مواظب على الحج والعمرة مقام، ويؤديها كلها بالحضور القلبي. وكذلك في الإيمان مقامات الإيمان، من الإيمان بالله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بالملائكة. والإيمان ليس معرفة فقط، الإيمان بالملائكة ده حاجة عظيمة جدا، يجعل الإنسان يستشعر وجودهم حوله عن اليمين وعن الشمال قعيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. أشياء إن الإنسان مستحضر وجود الملائكة معه. الرسول كان يخبر الصحابة بما يوقظ في قلوبهم ذلك، يقول لله ملائكة سيارة يتبعون حلق الذكر. فأنت يعني لما تستشعر كده في كل حلقة الذكر حاسس إن الملائكة إيه؟ موجودة، تحفهم بأجنحتها، لموا إلى حاجتكم فيحفونهم. يعني مجالس المساجد المليئة بالذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. الإيمان بالرسل، تتخيل الرسل الواحد ساعات يعني إنسان لما يتذكر المواقف العظيمة للرسل، الصفات الجميلة الرائعة، لابد وأن يعني يحبهم حبا عظيما ويؤمن بهم إيمانا عظيما. وكذلك الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقدر كل واحدة، الإيمان بالكتب عندما يطالع القرآن. فكل هذه مقامات الإيمان. مقامات الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول فإن من كانت له رياضة وملكة في مقامات الإسلام والإيمان والإحسان، الإحسان دي مقامات الإخلاص، مقامات المراقبة، مقامات المحبة، مقامات الخوف والشكر والرجاء والتوكل والإنابة والتوبة. كلما كانت له رياضة وملكة كلما كانت محبته أقوى، لأن محبة الله له أتم. وإذا أحب الله عبدا أنشأ في قلبه محبته. قول قولي هذا واستغفر الله لكم. أنا معتذر غدا عن درس الخميس، لست موجودا. بيقولوا إعلان أول مرشح سلفي رئاسة الجمهورية، مين اللي أنا ما أعرفش والله، ما أظن السلفيين ليسوا يعني يرشحون أحدا، واحد بقى في يعني يتصرف بنفسه هكذا لا يحسن أن يعني. لابد أن يراجع أولا أهل العلم. ها؟ الله أعلم. في كتاب فقه الخلاف ذكرتم عن صدام حسين ما نصه، فلما انقلب عليهم صدامهم عرفوا أنه بعثي كافر. أنا أقصد أنهم قالوا عنه بعثي كافر، وهو كان كذلك في هذا الوقت، كان هذا فعلا قبل ما حدث منه ونطقه الشهادة قبل شنقه. أنا يعني أؤكد أن هذا كان موقفا عندما صدر منه ما يقتضي الكفر والعياذ بالله، لأن الحقيقة أنا كنت أقصد طائفة من الناس كانوا يباركون صدام أعظم المباركة مع كونه كان إيه
بعثيا عندما كان يحارب إيران. فلما يعني غزا الكويت أصبح صدام إيه يقال عنه بعثي كافر. طب هو كان بعثي قبل كده يعني، البعثية دي ظهرت عنده لما غزا الكويت، ولا هو طول عمره كان هو حزب البعث الحاكم قبل ذلك؟ هو طول عمره كان كده. فمش مش بقى مسألة ان احنا نطلع الاوصاف، يعني لما يكون قذافي كويس معاهم يبقى ايه ولي حافظ القرآن بقراءة قالون، ولما يتخانوا يزعلوا منه يطلعوا ان هو راجل ايه بيحرف القرآن ويقول قول ما تنفعش، انه نبي الصحراء. كأن في ناس عندهم الحاجات دي كلها ايه تطلع تطلع عند اللزوم وتختفي عند اللزوم. ده غرض المقصود يعني. اما صدام حسين فعلى ما يعني هو قد افضى الى ربه وقد نطق الشهادتين قبل موته. اللحوم المستوردة ابلغنا الاخوة في الطب البيطري من المستوردة من الهند والبرازيل، هناك لجان تشرف على ذبحها حسب الشريعة الاسلامية، زي لجان مسلمين والجزارين مسلمين والعهدة عليهم. أخبرني مسلم أنه أشرف على ذبحها، وهبلك أو أنه ذبحها مسلم، يكفيني ذلك الخبر ولا يلزمني التحري أكثر من ذلك. أنا أقول سموا أنتم وكلوا كل الحاجات اللي جاية من الهند والبرازيل. وإذا أخبرنا مخبر بذلك عن أي بلد آخر قلنا بذلك، مخبر مسلم نثق فيه. الأمر يشتغلوا فيها، مش يشتغلوا فيها ويجوز أكلها. لا الفراخ، لا أنا ما قلتش الفراخ، أنا قلت اللحوم. اللحوم إذا أطلقت يبقى إيه اللحمة لحمة البقر والجاموس، لكن الفراخ لا، لأن الفراخ دي مذبوحة آلي ولا يسمى عليها تسمية شرعية. الشريط غير مكلف طبعا، الشريط ما ينفعش. ها حط عليها سكينة حط. لا ما لابد، مش موضوع سكينة وخلاص، لابد من ذابح مكلف. لابد من ذابح مكلف مسلم أو كتابي. زوج أخته حلف عليها بالطلاق ألا تدخل بيت أبيها، يريد أن تدخل بيت أبيها مرة ثانية، كفرة اليمين. إذا كان يقصد الطلاق يقع الطلاق، إذا كان يهدد عليه كفرة يمين إطعام 10 مساكين. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم في البيع بالأجل في مجلس واحد أنه بسعر أكثر من السعر النقدي؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسوة أو الربا. باع بيعتين في بيع يعني البيع وقع على الاثنين مع بعض، كلمة باع يبقى العقد وقع على بيعتين، هي نقدا بكذا أو نسيئة بكذا، ويقول له قبلت من غير أن يحدد أي البيعين حدث. لكن لما أقول لك دي بعشرة نقدا ودي ونسيئة وهي نفسها نسيئة بخمستاشر بالتقسيط بخمستاشر، فقال له لا أنا هاخدها تقسيط، لا أنا هاخدها، يبقى لا دي لغت الايه النقدي، يبقى ما باعش، ما تمش البيع على ذلك، ده عرض سعر. زي ما بقول لك دي ب10 ودي ب15 سلعتين، لو انا قلت له قبلت من غير ان احدد اي السلعتين وقع بيعتين في بيع، فيبقى هذا لا يصح ويبطل. ولكن اذا قال اخذت هذه ب15 وانعقد البيع عليه على شيء واحد، يبقى هل يجوز التقسيط عرض سعرين، عرض سعر نقدي وسعر تقسيط؟ نعم. استغفر الله. رجل أراد أن يتزوج على امرأته فضربها ضربا شديدا حتى تخاف منه، وهددها بالسكين حتى قبلت رجله، وهددها بالطلاق إن خرجت إلى أهلها. ظالم معتدي، يقولوا ايه يعني مجرم، اجرم في حقها حين يهددها بالقتل، يظلمها ظلما بينا، يرغمها لذلك عشان تخاف منه، معتدي والله. استغفر الله، ليس رجلا بهذه الطريقة. هل يجوز ان اصلي معكم العشاء بنية صلاة الوتر ب5 ركعات حيث انني اصلي العشاء في مسجد اخر الذي يظهر جواز ذلك؟
بعد ما نخلص الأربعة يقوم نافلة، هو بيصلي نافلة، فيمكن أن يصلي خامسة بعد ما خلص الأربعة يصلي خامسة، زي ما الصحابة أمروا من صلى خلف من صلى المغرب بأن يشفع يصلي نافلة، صلى المغرب ثم أراد أن يتصدق على أحد فصلى معه المغرب، أمروه أن يشفعها برابعة لأن المغرب لأنه يشرع أن يكون شفعا يوتر آخر الليل بعد العشاء. لا ما يصليش أقل، الصلاة أقل تقتضي مخالفة الإمام، وأما هنا فلم يخالف الإمام. صلى الوتر وصلى خلفه ينتوي العشاء، يصح ذلك. رجاء إفادتنا حول ما يدعو إليه الإعلام الفاسد الآن وبشراسة حول أهمية تشكيل لجنة غير منتخبة لوضع دستور مقترح ليطرح على الشعب، وكأنه لم يحدث استفتاء على التعديلات، ويقول صراحة أن مجالس التشريع القديمة ستكون معظمها من الإسلاميين. الله، مش هم بتوع الديمقراطية دول؟ مش هم اللي عايزين إرادة الشعب؟ ولا إذا كانت إرادة الشعب في أن يعبد الله وحده لا شريك له يبقى لابد أن تهدر هذه الإرادة. شيء عجيب والله. هذه المحاولات كلها بإذن الله ستؤول بالفشل بإذن الله، لأن هذه الأمور أولا محاولة اعتداء على مرجعية الشريعة، على حق الله عز وجل في أنه الذي يشرع للبشر، والناس بفضل الله مسلمون لا يريدون غير ذلك ولا يقبلون هذه الليبرالية ولا العلمانية، فمثل هذا لا بد من الحذر منه ولا بد من عدم قبوله ولا المشاركة بأي وجه كان في هذه المؤامرات، لأنه في حاجات عايزين يعملوا ثورة يوم 27 عشان يقولوا الكلام ده، وبيغروا الإسلاميين بحاجات مطالب عادية، يقولوا عايزين نشيل يحيى الجمل، ويحيى الجمل هو اللي بيقول الكلام ده يعني، بس الناس متضايقة منه فيقولوا طب خلاص، عايزين الأمن الوطني ما يرجعش زي ما كان، وفي ممارسات كذا ودخلوا وأخذوا فلانة وعملوا فيه وضربوا وكسروا البيت فلان، وفي أنواع والضباط رجعوا زي ما كانوا، كل الكلام ده إحنا بنطالب بالمطالب الحقة بس من غير ما نشترك مع هؤلاء في مجلس رئاسي ملوش يبقى وزن أو يكون محطوط في سويرس، ما هو عايزين مجلس رئاسي في سويرس ولا يضبط، والبلدعي اللي عنده مشكلة إن الإسلاميين موجودين فعلا في تواطؤ من الجهات الإعلامية على مثل هذه المنكرات وحاولة تشويه الصورة. وسمعت من أحد الشيوخ أنه يجري الآن تجنيد مخبرين يعملون في أمن الدولة، يقومون بإطلاق اللحى تقصير الثياب ثم يقومون بأعمال تخريبية لتشويه الدعوة السلفية. أنا سمعت مثل ذلك أيضا ولا أستطيع النفي ولا الإثبات، وإن كان هذا أمرا محتملا غير مستبعد، وقائع كثيرة قبل ذلك الفلول القديمة تحاول الإفساد وتشويه الصورة، كل ذلك ممكن ويمكن أن يكون أيضا كذبا، يعني الله عز وجل أعلم، لكن على أي الأحوال لابد أن نحذر ولا بد أن يعني ننشر في الناس أن ليس كل من التحى هو إيه سلفي، ولا أن كل سلفي يسأل عنه كل السلفيون، يعني واحد أخطأ يعني ينفع حد يقول مثلا الصحابة زناه لأن في صحابي زنا، ما ينفعش، ما الزنا ورجمه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ينفع نقول كله لا، ده يبقى ظلم وعدوان وإجرام، ولذلك يعني لا، لو نقول مصر كلها حرامية ترضوا كده عشان حسني مبارك سرق الفلوس ولا هو والناس من اللي معاه، يبقى مصر كلها حرامية؟ ما ينفعش، هذا مصر كلها شرع الهرم، لما يقولوا هو المصريين هم دول المصريين زي تقال في كذب عندهم رأس وهنا هم دول المصريين، لا مش هم دول المصريين، لابد واحد يقول لك السعوديين دول عندهم من الصفات الكذا عندهم شذوذ وكذا، عشان واحد عمل ولا عشرة يبقى يتقال السعوديين كلهم كذلك، هذا ظلم وعدوان أن يعمم يعني تعمم تهمة على طائفة بسبب يعني فعل بعضها منكرات، ده أمر لابد من الحذر منه. الله المستعان، قل قولي هذا واستغفر الله، اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا،
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا.